من الأفضل أن أرتدي ملابسي للذهاب إلى العمل. لنرسم وشماً لبعض الأشخاص. مستعد؟ سيبدو هذا رايان. أوتش، أقصد هذا يدغدغ. أنا فخورة جداً بهذا الوشم. ها أنت ذا، يبدو جيداً. هل يعجبك؟ إنه يبدو مذهلاً. أعلم، أليس كذلك؟ صافحني. هذا مالك؟ لقد أتى من الوشم. بسرعة أرسم المزيد. فكرة رائعة. أصبحت ثرياً، من الأفضل أن أذهب إلى المصرف. هذه المصاصة لذيذة. مرحباً. كيف الحال؟ هل أنت بخير؟ مرحباً يا رفيقي، ما الذي يمكنني أن أقدمه لك؟ لدي بعض الوشوم الرائعة هنا. يبدو جيداً. هذا فظيع جداً. هذا إنه مخيف قليلاً. ماذا لدي أيضاً؟ عناكب؟ ستغضب أمي كثيراً. وجدتها، جمجمة. ستراودني الكوابيس. حسناً، ماذا تريد؟ ماذا عن هذا؟ إنه لطيف للغاية. حسناً، لديك حرية الاختيار فيما توشمه على جلدك. أتحرق شوقاً. لا ينبغي أن يكون هذا صعباً. أجل، هذا مثالي. سأدعوه ديزي. كدت أنتهي، إنه يحتاج إلى شيء إضافي. لكن ماذا؟ أوبس، أنا آسفة يا رفيق. كلبان، كلبان، إنهما كلبان. أنا آسفة للغاية. هذا أفضل يوم على الإطلاق. إنهما لطيفان للغاية. عجباً، هذا شعر كثير. تفضل، جرب هذا. لا أظنه يعمل، إنه بلا فائدة. ما الذي يمكننا استخدامه؟ وجدتها، هذا الشريط لاصق للغاية. أعطني إياه. من الأفضل أن ينجح هذا، وإلا أتحتاج إلى بعض المساعدة؟ النجدة، أنا عالق. نفذت أفكاري. بدأت أشعر بالغضب. مصاصتي، الأمر يستحق التجربة. هذه فرصتك الأخيرة. لابد أن ينجح هذا. هل تنظري إلى هذا؟ أظنني لن أتناول هذه بعد الآن. على الأقل أنا بأمان. دايزي وبيسكيت، لنذهب إلى المنزل. سيكون أصدقائي متحمسين لمقابلتكما. لماذا الجو حار هنا للغاية؟ علي تبريد نفسي. ينبغي أن تساعدني المروحة. هذا أفضل. أرسمي لي هذا الوشم، أريده على ساقي. لنبدأ بالعمل. هذا مختلف، هل أنت متأكد؟ 100%، هيا. حسناً، إنه قرارك. رائع، ليس لدي اليوم بأكمله لأضيعه. لا أتلقى العديد من الطلبات لمثل هذا الوشم، لكنه يبدو جيداً. ها قد انتهينا. رائع، ها أنت ذا. تستحقين هذا. شكراً لك، أفترض أنه يليق بك. ومن أنا ليحكم علي؟ روم روم، سأبدو رائعاً للغاية. ستحبني الفتيات. ماذا؟ هذه ليست دراجة نارية. أبي، أبي، أحتاج إلى استعادة نقودي. هذه القناة مضحكة. مرحباً، ما هذا؟ لا تلومني، كانت تلك صورتك. واه واه، أردت دراجة نارية وليس طفلاً. مرحباً. أمي، ما للحظة. كلها من طفل لطيف، ما اسمه؟ اسمه ديب أو شيء ما. إنه لطيف للغاية. سأتقيا. علي الاستحمام. أشعر بالملل الشديد، سأملأ هذا الوشم. رائع، عميل. مرحباً، أتود رسم وشم؟ أريد أفضل وشم على الإطلاق، انظري. إنها جميلة للغاية. أريده على ذراعي. قد يؤلمك هذا. الأمر يستحق، فأنا أحبها كثيراً. لطيف للغاية. سأقبلها كل يوم. أنت تعلم أنك أمام الجميع، أليس كذلك؟ شفتاها ناعمتان للغاية.
يا رجل إنك تقبل الهاتف. هل أعطيك بعض الخصوصية؟ هذا غريب للغاية، أصبح الوضع غير مريح هنا. انتهيت. شكراً، يمكنك أن تأتي لزفافنا. بالطبع، أعطيني المال فحسب وارحل. ينبغي أن يكفي هذا. شكراً، والباقي؟ عجباً، أسعارك مرتفعة. رائع، إنها جميلة. غريب، على الأقل تقاضيت أجري. مهلاً، لما تلك الزجاجة الأخرى مفتوحة؟ كلا، لا تقولوا إني مزجت الحبر السحرية بالحبر العادي. لقد فعلت هذا، هذا سيء، علي إصلاح هذا. كيف أفسر الأمر؟ سأتفقد إن كان موجوداً أولاً. أظنني أرى شيئاً، ربما نجح الأمر بعد كل شيء. هذه دمية. أحب قضاء الوقت معك. إنه غريب جداً. أيمكنني الرقص معك؟ أنت رشيقة للغاية. يبدو سعيداً، وهذا أهم شيء. قد أتوه في جمال عينيك. ربما وجد الحب الحقيقي. سأرحل من هنا. ما هذا؟ ها أتود وشماً على جسمي بأكمله؟ أنت مضحك للغاية، أعني دب غبي. رائع، استودي وشم حقيقي، لدي الشيء المناسب لأجلك. الوشم الذي تحلم به موجود في هذا الكتاب. كلا، لا أريد وشماً من وشوم المجتهدين. أنا شاب رائع وأريد وشماً رائعاً. حسناً، إن كان ذلك ما تريده سيكون هذا رائعاً. أوتش، هذا يلسع. ها أنت ذا. أنا رائع. عميل آخر سعيد. ماذا يحدث؟ هل هذا عادي؟ لم أكن أظن أن ذلك ممكن. هذا غير عادل. ماذا عن هذا؟ وشم إبهام مرفوع، أرسمي. حسناً، لنجرب هذا مجدداً. هذه فكرة رائعة، سأكتسب شعبية كبيرة، سأكون فتى رائعاً. مرحباً. مرحباً. يبدون مخيفين، امسحي. سعيد؟ أنت فاشل. لما هم أشرار؟ أي أفكار أخرى؟ أيمكنك العثور على توأم روحي؟ يمكنني العثور على الحب الحقيقي. ستكون المرة الثالثة ناجحة. تخيلي الحصول على توأم روح مذهل. ابقى ساكناً. مرحباً. لما يحدث لي هذا؟ لقد نسيت شيئاً. لا يمكنك تركه هنا، على أحدكما الدفع لي. حقاً، دعيني أرى ما لدي هنا. كلا، أنا مفلس، أحتاج إلى العثور على عملاء جدد. حان وقت التنظيف. تبدو متسخاً قليلاً يا سيد جمجمة. وسيم، تحتاج هذه السلاسل إلى الإصلاح، لكنها ليست مشكلة. تبدو جيدة. حبري يحتاج إلى الترتيب. ها نحن ذا، مرتب ومنظم. هذا ممتع للغاية. كيف أرسم الوشوم الآن؟ هذا محرج للغاية. مرحبا يا عزيزتي، لديك القليل من أحمر الشفاء على أسنانك. هل مسحته؟ هذا أفضل. أود وشم حاجبي. سيكون هذا صعباً، لا يمكنني استخدام ذراعي. أرجوكي، أرجوكي، يمكنني استخدام أصابعي قدمي. شكراً لك. أرسميه هنا. حسناً، علي التركيز، دروس اليوغا أفادتني. انتهيت، ما رأيك؟ أنت ساحرة بقلم وشوم، لابد أني أبدو جميلة. خذي نظرة. إنهما أكثر كثافة مما تخيلت. أحببتهما، إنهما يليقان بك. حقاً؟ أجل، أنا أودي عملي فحسب. معذرة؟ أجل. عجباً، حاجباك إنهما مذهلان. شكراً لك أيها الغريب الجذاب. هل لديك مواعيد لوقت لاحق؟ أتودين احتساء القهوة معي؟ أود ذلك. رائع، إنه موعد. أتطلع إلي. هل تؤمنين بالحب من أول نظرة؟ أؤمن به الآن.
تذكروا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المفيدة مثل هذا الفيديو.